بالنسبة لصلاة الوتر، معروف أن المصلي يسلم من كل ركعتين ويوتر في الأخيرة، فهل في الركعة الأخيرة الثالثة أو الخامسة أو السابعة، هل يبدأها كما يبدأ الصلاة بنية جديدة والاستفتاح، أم أنه مباشرة يتابع الصلاة بعد التسليم من غير كلام ولا حركة لكي لا تنقطع صلاته؟ على كل حال، إذا سلم من الركعات التي قبل الوتر ثم قام لركعة الوتر فلا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام، لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وأن يستعيد من أجل القراءة ويأتي بالبسملة ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة الإخلاص، فهو يأتي بتكبيرة الإحرام لأنها ركن لا تنعقد صلاة بلادها، ويستعيد من الشيطان الرجيم ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة ثم سورة الإخلاص. أما الاستفتاح فيكفي الاستفتاح في أول الصلاة الركعتين الأولى، إذا استفتح الركعة الأولى من صلاته بقية مثلا التسليمات لا تحتاج إلى استفتاح، يستفتح في أول التسليمة الأولى، فإنه يكفي هذا عن الاستفتاح في بقية التسليمات من صلاة التراويح مثلا أو صلاة التهجد. إذا استفتح في أولها فإنه يكفي عن تكرار الاستفتاح في كل ركعتين، لكن الاستعاذة والبسملة في أول الصلاة أمر مطلوب. نعم، جزاكم الله خيرا.